قالوا عليها مؤامرة الحريم. موتتهم يا جماعة كانت مفزعة، ذبح أبو الملك بمساعدة الساحر، الوحيدة جماعة اللي في تاريخ مصر اللي خد لقب المجرم الكبير. لقوا جثته بتصرخ لحد وقتنا هذا، حرقوا أعضاء الخونة وهم أحياء. تعالوا أقول لكم على القصة العجيبة لمؤامرة الحريم. إنك تلاقي مومياوات من آلاف السنين بتصرخ وبتتألم لحد وقتنا هذا، دي بقى الفزعة الكبيرة. من المحزن يا جماعة إن خيانة جيلك من أقرب الناس ليك. في وقت من الأوقات مصر دي كانت إمبراطورية مترامية الأطراف، يعني حدودنا ما كانش ليها آخر. يعني كان ملك مصر هو الملك رمسيس الثالث، اللي حصلت في عهده مؤامرة خطيرة جدا. في مثل كده بيقول لك كان هناك ديكان يعيشان في سلام حتى ظهر الدجاجة. افهم بقى انت المغزى لوحدك. بس قبل ما ابدأ كده عايز اقولك مين هو جدك الملك رمسيس الثالث، اخر الملوك العظماء في الدولة المصرية الحديثة، وكان معروف ان قصره بيبقى مليان حريم، وهم دول نفس الحريم اللي اتأمروا عليه. ارجع للمثل اللي قلته لك فوق. جدك ده دخل حروب عظيمة في قوتها وكتيرة جدا، حمى ارض وطنه وحدود بلده وحارب شعوب البحر، ودول يا جماعة شعوب ما كانتش بترحم لا حي ولا ميت. وقف قدامهم لما حس انهم بيهددوا الامن القومي المصري، اطلقوا عليه وقتها، مش احنا بس اللي اطلقنا عليه، لشعوب العالم كله، قاهر شعوب البحر. مشكلته بقى يا جماعة انه كان عاشقا للنساء. بعد ما اختار ابنه رمسيس الرابع ليكون وليا للعهد، هنا بقى مراته التانية قررت انها تقتله. اللي حصل يا غالي ده انا جايبهولك من برديه اسمها تورين اللي كان مكتوب فيها القصه دي. ذبحوا الملك رمسيس الثالث وهو نايم على سريره. ومين اللي ذبحه؟ ده ابنه بنتقور اللي سموه في البرديه اسم المجرم الكبير، اللي هقولك بعد شويه ازاي نتعاقب عقاب ما شافهوش حد في تاريخ البشريه. عذاب مرعب حقيقي. تفاصيل المؤامره دي بقى محتاجه تركيز شويه منك. ثلاث برديات حكوا عنها، اساميهم مكتوبه قدامك دلوقتي. غالبا الميراث بيحرك اصحاب النفوس الضعيفه لارتكاب ابشع الجرائم بين اقرب الناس دما. في التاريخ اللي انت شايفه قدامك ده كان الملك رمسيس الثالث على الارجح موجود في البرج الغربي لمدينه هابو لما قتلوه، واختار المجرمين الوقت ده بالذات لانه تزامن مع عيد الوادي الجميل، علشان يعني وقت عيد ومحدش جريان بحاجه والكل بيحتفل. رمسيس الثالث محددش يا جماعة مين من أبنائه هو اللي هيكون وريث العرش، ولما حدد ابنه رمسيس الرابع ليكون وليا للعهد، هنا بقى الدنيا قامت وما قعدتش إلا بجريمة بيتحاكى عنها لحد دلوقتي. الأمر ده يا جماعة أزعج جدا زوجته التانية الملكة تيا، واللي كانت مخلفة منه ابنها بنتقور. وبعد ما اتأكدت إن جوزها مش هيخلي ابنها بنتقور وليا للعهد، قالت بس أنا لازم أقتله، وبعد ما أقتله هعلن ابني ملكا على مصر. الملكة تيا وابنها بنتقور ما كانوش بالقوة اللي تخليهم يرتكبوا المؤامرة دي لوحدهم، علشان كده استعانوا بواحد اسمه بيبي كاكامن، وده مسؤول كبير واللي حط الخطة يا جماعة. اشترك معاهم في المؤامرة دي اتنين من كبار موظفي القصر، اساميهم مكتوبة قدامك على الشاشة، وركزوا معايا في اخر اسم. ده كانت مهمته انه بيوصل رسائل الحريم من جوه القصر لأهلهم بره. كان فيها ايه بقى الرسائل دي؟ خد يا غالي، أسيروا القوم، حرضوا الأعداء ليبدأوا الأعمال العدائية ضد سيدهم اللي هو الملك رمسيس الثالث يعني.
مش دول بس اللي عملوا المؤامرة الكبيرة دي، لا ده اشترك في المؤامرة دي كمان ضباط وحراس القصر وكهنة كمان، كانوا واسطة بين الملكة تية وشركائها من الخونة خارج حدود الدولة. أيوة وأنا قلت لك كنا إمبراطورية مترامية الأطراف، وفي دول خاضعة لينا وقتها راحت استعنت بيهم. الملكة تية الانتقام تمكن منها، وكان عندها تصورات شيطانية تانية، بعتت رسائل للخارج لدول تانية علشان يعملوا هجوم مفاجئ على مصر. الموضوع موقفش لحد هنا، بس الست لما بتنتقم ما بتشوفش قدامها. الملكة تية راحت للصحراء واستعانت بالسحر علشان تجلب الضر والبلاء على الملك وأعوانه. الموضوع كبير والتقيل وصل. الملك رمسيس الثالث وهو نايم على سريره دخل عليه ابنه ماسك الخنجر في ايده، رفعه وهب قام نازل على رقبة ابوه ذبحه. مات الملك رمسيس الثالث من ضربة واحدة. اللي حصل يا جماعة ان الضربة دي عملت قطع ذبحي في الرقبة من الخلف، والأشعة المقطعية اللي أثبتت ده موجودة برضه. بيقولك من شدة الضربة القاتلة يا جماعة واضح إن عرض الجرح في الأنسجة كان 35 مليمتر. الضربة تقريبا كانت بفن، وإن اللي عملها كان متدرب عليها تدريب عالي لأنها قطعت جميع الأعضاء الموجودة في منطقة الرقبة. تعال بقى أقولك على العقاب المفزع اللي أرعب حرفيا كل اللي سمع عنه، وده سر من أسرار المومياوات الصارخة. إيه اللي حصل للمجرمين وليه لقوا مومياواتهم بتصرخ حرفيا؟ بعد اكتشاف خيوط المؤامرة والقبض على كل أطرافها، جه الملك رمسيس الرابع ونصب محاكمة عاجلة واللي استمرت لخمس محاكمات. هنا بقى المجرمين واقفين والركب بتخبط في بعض. في حكمة بتقولك ما يجب أن تخافه هو الخوف نفسه. عايز أقولك إن أول حاجة اتحكم بيها إن أولئك الذين علموا بالمؤامرة ولم يبلغوا عنها تم القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم. ده حتى اللي سمع. تعال معايا بقى على اللي باقي. المحكمة أمرت بإعدام بنتقور ومعاه 28 واحد تانيين اللي بعض أسمائهم موجودة قدامك على الشاشة دلوقتي. بنتقور بعد إعدامه لفه جسمه بجلد ماعز مش كتان زي ما احنا متعودين. طيب ليه لفه جسمه بجلد الماعز؟ أجدادنا كان عندهم اعتقاد إن المعيز من الحيوانات التي تعادي إليه الشمس رع، وكان جلدها نجس. اتعدم ازاي بقى بنتقور؟ هقول لك انا على الطريقه البشعه اللي حصلت. ده اجبر على اعدام نفسه وهو حي، وتم تحنيط جسمه وهو في حاله الصراخ بتصرخ ولونها محمر، ومن الواضح انها ماتت وهي بتتعذب. ده كمان رجليها كانت متكتفه ومربوطه بحبال جلد الماعز ومش متحنطه، ولقوا فعلا علامات شن على رقبته زي الموجودة في نص بردية مؤامرة الحريم. عقاما بقى لبنتقور ما كتبوش اسمه على التابوت ولا اي نقوش تحميه من العالم الاخر. الباقيين بقى اتحكم عليهم بالسجن. مش بس كده، دول كمان قطعوا اعضائهم اذانهم وانوفهم وحرقوها بالنار ووزعوا الرماد بتاعها على طرقات مصر علشان يمنعوهم من الخلود. تعال بقى اقولك ليه عدموا الساحر في ميدان عام. البردية قالت إن الساحر عمل تمثال من الشمع مشبع بالسحر الأسود علشان يجيب شلل للملك، وابنه بنتقور اللي دخل التمثال ده لحجرة الملك. الساحر ده بقى كان عقابه بشع حرفيا، عدموه في السوق وسط الميدان علشان يبقى عبرة للكل. والغريب في الأمر إنه لم يتم تسجيل عقوبة الملكة دي. حصل لها إيه؟ محدش يعرف، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.